خلي المصاعب توقف طريقك يا عبد السلام، كمل حتى لو تعتقد ان الطريقة ما راح تنجح، just keep going. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم زايد في لعبة سين. طيب شباب، هذه اللعبة من مطور عربي، وصراحة ما اعرف اذا اللعبة بتكون حلوة ولا لا، لكن اتمنى شباب ان يعني من الصورة اللي شفتها انها تكون حلوة، لان كذا حسيت ان الجو حقها شبيه بلعبة ليمبو انسايد، فقلت ليش ما نلعبها يعني، وفي نفس الوقت ندعم المطورين العرب. عموما شباب، قبل ما نبدا الفيديو نوصل هذا الفيديو الى 7000 لايك. يلا شباب بنوطكم نبدا. اوكي يلا شباب بدأنا اللعبة، خلونا نشوف. قاعد اشوف طفل يصيح يا شباب. السؤال هنا ليش؟ واو، It's better to seek light than to rest. أوه يعني لازم تروح عند الأشعة أفضل من إنك تروح عند الظلام. والله حس إني قلتها غلط بس إيش حاول شاول. أي شو بديت؟ أي شو اللعبة هذه؟ أي إيش أسوي؟ وات اللعبة نفس كذا. يقول لك لازم تأخذ الأمل ولازم ما تأخذ. أوه عزيمة وات. أم عاد عزيمة دام. اللعبة هذه شاب تقتبس من أندرس. لا أمزح. يقول لي اضغط اكس. اوه اكس عشان اي طحت. ما عليه حبيبي، خلك عازم. نعم، هولد زي تو كفر ايرز. يا حبيبي ايش في؟ تغطي اذنك. ها تغطي اذنك من الحاسدين. نعم من الهدرز، قصدي هيدر. يا حبيبي والله قاعد انط اجاوب يلا مات. اي طحت وات يا حبيبي ايش اسوي؟ اوكي هنا. شت يا اخي ضيعت النقاط هذه. الله الله على الاغنية. أغنية تقول لك يعني اي لا 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 تاخذ ال اي في ازعاج. الهدرز يا شباب الهدرز، يقول لك العالم قصدي يقول لك سلبيات العالم. ما ادري يا عمي عندي لاق انا اتوقع في الصدق يعني. شت لا لا اي وات الشر. ليكون هنا في اي وات ذا ف ايش في؟ يقول نو ماتر ذا نمبر اوف تايمز، يقول مهما عدد المرات اللي تخسر لازم تكون عازم. نعم يقول لك لا توقف في الاعصار. الله يا تيا ايش مين توني نارامس؟ توني نارامس. نعم كلام جميل يا توني نارامس. اوكي اتوقع شاب المره انا مستعد. يلا ليتس جو. لازم تروح عند يا اخي مو اشعه يا اخي صبر اسمه لايت لا ايش كان اسمها يا اخي؟ عكس الظلام يا شاب. ايوه اسمها عكس الظلام. والله ما ادري شاب نسيت يا اخي والله. وياد النور. ايوه النور يا عمي، كيف تنسى كيف تنسى نفسك يا زايد؟ الله انك انت يا اخي ماشي. الله اوكي يا حبيبي ايش هذا النط الغريب هذا؟ ما عليه ما عليه شباب، المطور يعني بعده ايرلي اكسس كفر ايرز. لا تخلي الهيترز. اوكي خلاص احس انه زودنا الهدرز خلاص يكفي. اوكي كمل كمل يا عبد السلام. يا عبد السلام ليش تسوي كذا؟ نط يا عبد السلام. ايوه ايوه كمل كمل، خذ خذ الامل. نعم خلك عازم يا عبد السلام، لا تخلي هذا سلبية العالم راح تطيعك، راح تخليك يعني هذا يعني هذا. يا شباب يا اخ والله شباب سلامت. يا حبيبي وين اروح؟ وين سويت اول سلامت؟ يلا مو مشكلة. اوكي قاعدين ناخذ الامل يا شباب. ايش هذا؟ اي 23 شو 23؟ والله شباب ما ادري لكن ايش هذا قرد؟ هذول يا حبيبي يا برو. او ماي جاد لعبه صعبه يا اخي، بس كمل حتى لو كانت صعبه، حتى لو كان اصعب من سانز. يو هاف تو كيب جوين، يو هاف تو كيب جوين، يو هاف تو كيب. اوكي باقي دم ولا يا شباب. اني دي دي بي دي دي تخلي المصاعب توقف طريقك يا عبد السلام، كمل حتى لو تعتقد ان الطريقه ما راح تنجح، جست كيب جوينج، خلك ممتلئ بالعزيمه. وش ذا بعد؟ اي يقول ال 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 الهيترز راح يخلون عزيمتك زيرو، ولكن خل عزيمتك يعني 100، مع انه ما قال هذا الكلام بس من عندي هالكلام يا شاب. استعملوا هالكلام في يعني في عشان تحفزون نفسكم. شيء ما عليه ما عليه، صح ان فقدنا الامل ولكن ما فقدنا العزيمه. فقدنا الامل ولكن يا اخوان نروح الجن يا اخي ايش سوينا؟ اصبر عرفت. لا 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 قاعد اخذ هذا. اي طحت وات. او ماي جاد جي جي، اللعبه هذه شاب تنفع كتحفيز تعرفوا. كذا كمل طريقك
حتى لو صار، لأن في النهاية سوف توصل مهما حدث، سوف تصل يعني سوف تصل، تفهم ولا لا؟ أي مستقبل تبى تسويه راح توصل، يعني أي مستقبل تبى تسويه راح توصل، يعني راح توصل. أصبر، أي مشروع شل لي أي مستقبل. أوه ماي جاد، لا تخلي إيش في، لا يا عبد السلام لا تطيح يا عبد السلام، لا يا خذي صعبة والله. أوه ماي جاد يا برا، والله والله شاب معليش والله صعبة هذه. اوكي اوكي بعدين، اوه هذا ازعاج ازعاج. اوكي الله، لا لا والله شوف صعبه صعبه بدات، يا ساتر الشاد بعد. واي ايش ذا يا حيوان، اعطيتني عكس العزيمه. ولب عندي سلاح السر يا شباب، واللي هو العزيمه. اوه نايس. اوكي يلا 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 كمل كمل يا عبد السلام كمل. اوه المره شاب خلاص ما في بيج بوس، لازم نغير يا عمي، حس اني كثرت بيج بوس المره. عبد السلام، نعم يا عبد السلام، روح روح الى طريقك الى النجاح. ايش في بعد؟ 3 8، اتوقع سر هذا. اوكي 3 8 نايس، اتوقع سويته. اي ايش في 3 8 يا شباب؟ يمكن 3 5 8 ولا. اند ام ديد جي جي اي نو ات. الاسلاك. اوكي فهمت اللغز الحين. وات قتلني ضرب واحده يا برو، ايش في يا برو؟ حتى انط يا شباب اقسم. اكتشفت يا شباب ان هاي اللعبه جلطه، خلاص لعبه شيء. لا امدح لوط. يا الله والله ما توقعت انك تقدر تطيح في هاللعبه يا اخي. يا اخي تصدقوا فكره حلوه، يخليك تعاني عشان توصل لهدفك، عرفت كيف؟ يعني شوفوا هذا الولد علمنا فيه الاكتئاب، عرفت كيف؟ والحل الوحيد انه يمشي حتى لو يعني عانى في هذا الطريق، فنفس الشيء قاعد يصير معاي، اعاني في الطريق عشان اوصل للنور، او خلني اقول اوصل لنفسي، عرفت كيف؟ بس لا فكرة حلوة صراحة، فيها رسالة، عرفت كيف؟ والله يا شباب اقسم ما ادري كيف اول مرة عديتها والحين خلاص ما اقدر اعديها، ما ادري. هذا هو الرمز واحد. اوه ماي جاد والله امر عند الرمز في البداية. وتف يا عمي ليش نهتم في الرمز؟ ما نقدر نوصل اصلا. هذاك القرد يا اخي يفر علي كورة، يفر علي هذاك حق اسمه دراغون بول. يا ما اي كان دو اني ذي والله معليش يعني. اوكي هالمرة يا حبيبي ايش اسوي؟ ما تقدر تسوي شيء شباب، ما تقدر، ما تنط ما تقدر تنط، تسكر اذنك ما تقدر تسكر ولا شيء، يو جست كانت، يو كانت دو ذس. اللعبه هذه مصممه انها تكون مستحيله، خلاص شيء هذا معروف. اوكي عرفت ليش اللعبه مستحيله؟ لان الكاتب او المطور يبي يوصل رساله انك مستحيل تحقق هدف. لا بالعزيمه شاب تقدرون تحققون الهدف وتقدرون تحققون اي شيء تبونه، فنعم تمسكوا بالعزيمه حتى لو السطر. شوفوا ايش اسوي ايش اسوي. اوف كورس ام ديد. ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر، ما تقدر، خلاص اللعبه كذا، خلاص اللعبه تقول لك خلاص وقف يا زايد، ما اريدك تكمل، ما اريدك تنجح في طريقك، وخلاص انقلع من لعبتنا. هذا اللي تقول اللعبه. ايش اسوي ايش اسوي؟ وات عديتها والله ما ادري كيف عديتها شباب، لا حد يسالني لا حد يسالني رجاء. اوكي يلا امشي عديناه، والحين لا تموت رجاء يا عبد السلام، خلاص لازم توصل لهدفك، لا تقعد تتعثر وتقول لي يا اخي ما اقدر اوصل. لا تقدر، جست دو ات. اوكي اصبر 4 صبر، هذاك 1 1 كان. اوكي 3 1 8 3 1 8 صبر، كيف اوصل للواحد؟ وات 3 4 8 ذي. اوه اوكي الحمد لله والله نايس، اخيرا وصلنا هالمكان يا عمي. يا ساتر اي وات عن شي ذا ديد. يا ساتر مره شب في صعوبه يعني او ماي جاد يعني. ايش فه ايش فه والله ما ادري كيف قلتها. ايس كريم، طيب ايس كريم يساوي 3 دوائر. اي عندي دار الحين، عندي سلاح جديد ولا ايش السالفه؟ وهذا مين؟ هذول من المتكبرين ولا ايش؟ وهذول ايس كريم. هذا بياع ايس كريم. لا امزح، شو بي صبر، ايش ايش هذا بالضبط؟ اوكي قاعد يسبني ليه؟ ليه تشوف الولد كذا؟ وقف في الطريق، كمل يا عبد السلام، الحياة بعدها ما خلصت. You can do this. Come on. لا تجعل الحمقى يقفون أمامك. لما العالم يخليك يعني تطيح على ركبتيك، أنت في أفضل مكان عشان تعبد. صحيح. وهنا إيش فيه؟ قطوة. القطوة هذه بتساعدني أكيد ولا؟ بتقول لي استمر يا عبد السلام. لا تقف. لا تخلي الناس تقول عنك كذا وانت مو كذا يا عبد السلام. طيب ايش في الحين؟ اوكي طب هذاك اللي قبل مين؟ واحد ما اعرفه ولا ابوي ولا امي، ما يعني ايش في يعني. طيب يلا كيف؟ اوكي هذه القطوه تقول لي يلا كمل يا عبد السلام لا توقف. نعم
كمل. عصب تقول عبد السلام. ايوه هذا عبد السلام اللي عرفه ما يستسلم للمصاعب ابدا. وش بعد 76؟ وات شو الارقام؟ وين مكتوب شاف 2؟ اثنها يمكن رقم المرحله. وش هذا بعد كله هنا في يعني شو اسمه امل يا خبر في جمله مكتوبه بس ايش ما سي والله شاب ما ادري نسيت اقراها كامله. يلا مو مشكله شاب همشي نكمل. وهذه الشاب صعب. لا والله نشيت اني اسوي اكس يا شباب، والله نشيت اني اسوي ارقام. اوكي وصلنا شباب. ما ادري ايش هذا صراحه، اتوقع حروف لكني نسيت يعني هذا. اوكي قاعد اشوف يا شباب في امل كثير. ما في وهنا ايش القطوه استسلمت؟ لا كمان يا قطوه يا اخي صراحه لعب الشيء الحلو في هاللعبه الاغاني صراحه. يا الله لازم اعيد كل هذا اخي. كان دودج يا اخي، انا مو يعني سبيد رانر. اوكي اصبر. اتش اول شيء اتش. اوكي هذا ايش ها؟ اتش او هوبم يا اخي والله ما ادري يا اخي. يمكن هوب ولا. اوكي ايوه حلو. الحين بديت يا اخي والله شاب، بدا الوضع يصير صعب. بس يا الله والله بدا يصير صعب جوا. او ماي جاد ايش ذا؟ او ماي جاد شاب صعب، ولكن لا تخلي الصعوبه تلهيك. You can do this. I trust you. Everyone trust you. تعرف هذولك الفيديوهات اللي يقول كذا يو كا اي شلمت. لا هذا نمزح مع بعض. الله عبد لا رؤية عبد السلام يمزح ويضحك مع القطوة تملأك بالعزيمة. تيرين اوه يحضنها. الله صفقة شاب. لا 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 صفقة يا شاب. نعم صفقة. اوه لازم نكمل. نعم كمل يا عبد السلام لا توقف. الله يعين الشباب. حس ان الحين الوضع بيصير صعب بس اي وي كان دو ذس. العزيمه وما تفعل العزيمه. انفينيت دورز اي ايش في؟ انفينيت دورز اهيد يعني ابواب لا نهائيه لا تدخل. يا ساتر ايش اقصد اي؟ ايش ذا؟ يا ساتر ايش ذا بعد؟ لازم احفظه. وات؟ صبر هو قال انفينيت دورز يعني ابواب لا نهائيه يعني ما بنخلص اللعبه ولا ايش السالفه؟ يلا خلونا نشوف يا اخي. صبر كان في طريق ثاني تصدقوا؟ يا اخي هل فعلا هذا طريق يعني ابواب كذا لا نهائيه؟ يا اخي صدقوا ايش؟ حاسس اني رحت مكان غلط ولا؟ ولا يمكن اللعبه تحاول توصل رساله تقول يعني حتى هو وانت قاعد يعني تكرر نفس الشيء راح توصل في النهايه. وهل فعلا راح نوصل؟ سنرى في على ام بي سي 2. 6 and a half hours later. One eternity later. يا حبيبي هالطريق ما ينتهي ولا ليش؟ من صدق يا عمي طلع هذا. لا تقول لي ما اقدر اعيد. لا يا برو لا تقول لي ما اقدر اعيد. شلمت. كيف اريد اطيح انزين؟ واو سبحان الله. يعني كنت اطيح طول الوقت لكن الحين صرت ما اطيح سبحان الله. يا اخي يمكن هذا لغز تصدقوا؟ يعني اثنين اصبر اول. لا يا اخي دخلت الباب الغلط. اتوقع ان هذا لغز يا شباب. ايوه اوكي اوكي اول واحد وثاني واحد وثالث واحد. احسه غلط بس ما ادري بنشوف. اوكي يلا هذا ثاني واحد وهذا رجعنا نفس المكان. يب كنت حاس. هي الغرفه هذيك اللي عليها لغز مو موجوده اتوقع صح؟ ايوه يعني لازم شو اسمه كذا. جبت غلط يا شباب. يا اخي والله ما اعرف كيف اللغز صراحه. اوكي اتوقع هذا صح اللي في النص. بعدين روحي في النص وهذا غلط. يب كنت حاس والله صدق طلع غلط. اوه حليناها ايوه. الحين جاء شيء ثاني. اول شاب عليتها بالتخبيص صراحه. يا اخي المشكله ما في وقت حتى تشوف هذا يا اخي. او ماي جاد. اوكي اول واحد غلط ثاني واحد. هل ثاني واحد صح؟ ثاني واحد خطا. اوكي يعني اول شيء نبدا ثلاثة. اوكي ثلاثة. اوكي الحين نبدا باثنين ولا؟ كمان ارجو قولي صح. اند اوه نايس. ثلاثة اثنين واحد. اوكي ثلاثة اثنين واحد. بليز قولي واحد صح. اند واحد اوه نايس. ثلاثة اثنين ثلاثة. يا رب صح يا رب صح يا رب صح. شيت. اوكي يلا مرة بنجرب ثلاثة اثنين واحد اثنين. اوكي يلا واحد والحين نروح على الثاني. هير وي جو. اوكي ثلاثة اثنين واحد اثنين. ارجوك قولي ان هذا صح. ار يو سيريس يا برو؟ اوكي يعني ثلاثة اثنين واحد واحد. اوكي فاهم اللغز. طيب ثلاثة اثنين واحد واحد. ها ثلاثة. بليز. يا الله ليش الحظ؟ ليش كذا؟ ما انا سويت لك الحظ. اقول ليش سويت لك انا؟ اخيرا سويناها. يا الله مره ثانيه يا اخي بليز خلاص كمان ديد. اتوقع عرفت هذا والله اني غبي. اوكي اتوقع عرفت. اول باب اول واحد. اوكي واحد ثلاثه. اوكي اتوقع هالمره بيضبط. انت ايوه ضبط والله من اول المفروض اسوي كذا. جاد ديمت. اوكي صراحه نسيت هذا. خلوني شاب اكتب في النوتس. اوكي واحد ثلاثه واحد ثلاثه اثنين. اوكي حلو يلا واحد ثلاثة
اوكي الحين 1 3 2 خلاص حلو 1 3 واخر واحد واللي هو 2 نايس سويناها والله ديم. اي غلط ليش؟ الباب الثالث هذا تخبيص. اوه نسيت يا اخي. اوكي الحين بينفع اكيد. يلا الحين 1 3 الحين خبص اي باب عادي وبعدها 1 3 2 نايس حلو سويناها نايس. غيرا وصلنا للمكان. اوكي الحين القطوة موجودة. طيب to be continued. حس يا اخي كنت اريد اوصل للنور بس اي لعبة حلوة صراحة. وطبعا صح شباب سووا لهم فولو في تويتر لانهم يستحقون صراحة كمطور عربي اشوف يعني لعبة حلوة عرفت كيف؟ صح انها فيها سلبيات لكن هي لعبة يعني ايرلي اكسس شباب ما نقدر نحكم عليها على طول خلوه تنزل كاملة بعدين نشوف الاوضاع. عموما شباب هنا وصلنا للفيديو اتمنى عجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. كم احمد وخليكم ممتنين بالعزيمة سيئة.